السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا اخوتي اخواتاتي. القصه ديال اليوم ان شاء الله باذن الله غادي تكون قصه شيقه جدا جدا، حيت انا براسي كان ملي كنت كنسمعها كانت عندي واحد سسبنس نعرف النهايه كيفاش دايره، لان فعلا تستحق على ان الواحد يتصنت ليها وياخذ منها العبره، وكذلك يحتاط من بعد افعال ديال بعض الناس، لان دائما كنلقاو في القصه اللي كنسمعوا كنلقاو واحد مظلوم واحد ظالم، اولا كتلقى واحد التصرف اللي هو ما ضد الاخلاق ديالنا او العديد من الاشياء. فكنتمنى على انه هذه السلسله ديال القصص تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وكذلك الا بغيتوا تشاركوا معنا القصه ديالكم عليكم فقط في صندوق الوصف اللي ما عندي انا صندوق الوصف، غادي تلقاو تما كاع المعطيات ديال الفيسبوك الانستغرام وكذلك الواتساب ديالي، تواصلوا معايا واحكيوا لي القصه ديالكم، اكيد غادي نسردها بطريقتي وكذلك غنحافظ على السريه ديال الاسماء المدن السين الى اخره. هادشي هذا تحت الطلب ديال الناس اللي كتسرد علينا القصه ديالها، بغاتني نخلي لها داكشي كما هو اوكي، ما بغاش اكيد غادي كنغير في الاسماء وكنغير في بزاف د الحوايج. ندخلوا نيشان حبيباتي. القصه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون قصه ديال سكينه. سكينه من مدينه فاس، في العمر ديالها انا داك ملي كانت كتعاود القصه كانت عمرها 25 سنه، قالت لك كانت يلاه مخلصه سنه الدراسه ديالها ومقدمه على الماستر في الحقوق. هي كانت بصراحه من اسره جد متوسطه نقدروا نقولوا، قالت لك الاب كان على قد الحال كيسوق الطوبيس، والام ديالهم كانت ربات بيت، هما خمسه ديال الخوت، كاينين ثلاثه ديال البنات وجوج ديال الدراري، وكانوا الصراحه عندهم واحد التربيه اللي هي تربيه الاب ديالهم دايرين لهم تربيه صارمه، ماشي صارمه بمعنى ديال الضغط بزاف، ولكن كان ما كيخليهمش يخرجوا بوحديتهم او يمشيو مع صحاباتهم يتساراو او لهاد القابيل بحال هكا يقيلوا حدا اللي سي واقفين ولا شي حاجه، لا اللي سالات قرايتها خصها تجي بحال الدار. بالنسبه للخروج اللي بغى يخرج خصو يخرج مع الاب ديالو اولا معهم كاملين اولا مع الام، المهم ما يخرجوش بوحديتهم. وحتى البنات ما يخرجوش بوحديتهم، الا بغاو يخرجوا يمشي معاهم خاهم. فهما بصراحه ما كانوش كيضايقهم هذه المساله، لان كانوا كيشوفوا الاب ديالهم شحال كيبذل ديال المجهود باش انهم يعيشوا في اسره سعيده، وفعلا هو كان حاضن على الاسره ديالو في الدار، كان الضحك والنشاط والضحك واللعب وسهروا مع بعضياتهم ويتفرجوا في السهره مع بعضياتهم في افلام. كذلك البنات ما مخليش وديك الغيره بيناتهم ولا الحسد ولا شي حاجه، كيحاول ما امكن انه اللي جاب هذه يعطي لهذه يعطي لهذه يعطي لهذه يعطي لهذه، دونك هما كانوا يعني كيحيد من جوعو ويخليهم على خاطرهم في شنو ما بغاو كيوفر لهم، كيقول لهم اللهم نوفرها لهم انا وبدل المجهود، ولا نخلي عينهم تحل على برا وغادي نطيح في واحد المشاكل اللي فعلا غنادي فيها الثمن. حتى العام مع العائلات ما كانوش كيمشي عند العائله مثلا يباتوا ولا شي حاجه، يعني غير كانت زيارات متبادله عاديه فقط. هادشي اللي كاين. كتقول الاخت سكينه كان جا واحد الصيف ديال 2003 وكان الصهد بزاف فاس، فاقترحوا على الاب ديالهم انهم يديهم لشي مدينه فيها البحر لان الصراحه تغلبوا. داهم لتطوان وبالضبط المارتيل، داهم يدوزوا تما العطله وعجبهم الحال ومشاو وكانوا فرحانين. وقالت لك واحد الايام دوزناها رائعه جدا. قالت لك واحد المره هما جالسين كيتعشاو في واحد الكورنيش في واحد السناك عفوا، وواحد السيد كيشوف فيها بزاف، فيما كتعلي عينها كتلقى واحد الولد كيشوف فيها بزاف لدرجه داك الشوفه ماشي شوفه الاعجاب وانما شوفه. فهي تلا الانتباه، قالت او هذا واش كيعرفني ولا شنو، شبهني شي وحده عندنا كيمشي يجي يلعب يقول لي السلام عليكم ويبغي يسلم عليا حدا بابا هنايا بابا دابا يرجعنا بحالنا. المهم هي سالت نظرت مشات تغسل يدها وهو يتبعها كيجري، قال لها عافاك اختي لك ممكن بغيت نتعرف عليك، قالت له شوف اخويا الله يعطيك الستر راه مقدني هاد النهار، راه لا شافك الاب ديالي راه مصيبه مشكله كبيره، لانه ما كيبغيش هاد الامور بحال هكا وانا كذلك ما معوداش على هاد المسائل بحال هكا. قال لها شوفي اختي هانتي خدي النمره ديالي ومن نهار اللي تكوني جالسه اتصلي بيا بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع مهم. المهم هي خدات النمره بالزربه بالخلعه، قالت لك ما عرفتش كيفاش دارت خدات ديك النمره حطيتها في الصاك، دازت ليا واحد النهار كتقلب في الصاك ويلقى النمره ويتقول شنو عيطلو دابا يكون فعلا شبهني اولا فعلا باغي مني شي سيرفيس اولا ما عرف. المهم نشوف ما نخسر حتى شي حاجه. المهم صيفطات له ميساج في الواتساب، رد عليها هضروا صافا لاباس بخير، قال لها بصراحه سمحي لي انا اللي تلي الانتباه ديالي هو انني اول مره كنشوف وحده واحد شاف فيها كتولي حمراء،
لان هي كانت بيضه وملي كان كتشوف فيها كتطلع عليها هذيك الحموريه داك كتحشم ولا ديك الخوف ولا ما شنو كتطلع ديك الحموريه. فقال لها جاتني استغربت البنيته غزيوله بحالك بحال هكا وكتحشم لهاد الدرجه هادي. بصراحه عجبني الحال انني نشوف بنات بلادي دايرين بحال هكذا، هذا شي مساله كتشرفني وعجبتيني بزاف. كنبغيك نكون صديق ديالك وقريب ليك وزعما الا تقبلي عليا. هي عجبها الحال لانه ما بسل عليها، ما قال لك لا خايب ما حتى شي حاجه، ما طلب منها في هذيك الفتره اللي كانوا في تطوان يتلاقاو لا والو، مره كيهضروا مع بعضياتهم السلام لاباس، رغم انهم كانوا كيتلاقاو بعض المرات في لاكورنيش اولا في شي بلاصه ما كيهضرها ما حتى شي حاجه، غير تليفونات بيناتهم واكثريه الميساجات في الواتساب فقط. هي عجبها الحال الدري، شافت زعما الدري ما تبسلش عليها، خلات هذيك العلاقه بيناتهم كصديق يعني كتهضر معاه. رجعت بحالها لفاس لان هي كانت ديك السنه مقدمه على الماستر، كانت غادي تدخل الماستر تكمل الدراسه ديالها لان كانت كتقرا الحقوق وكانت باغا تولي محاميه. قالت لك واخا رد غير شي شويه لبابا لان فعلا تكرفس علينا وكنت باغا ندير واحد الكارير اللي نشرفو ونعلي به ونقول له انك ربيتي وعرفتي ما تربي. فبقات كتكلم مع هاد السيد اللي هو سميتو احمد، بقات كتهضر معاه. كانت هي الاخر ديال البدايه ديال شهر 9 على ما اظن بحال هكا قالت ليا، اولا الاخر ديال شهر 8. قال لها اختي بغيت نقول لك واحد الحاجه بالحق ما نسيت، زعما ماشي قصدتها ولكن نسيت، راه انا راني ما ساكنش هنايا في تطوان، انا سافري ولد تطوان ابا عن جد، ولكن حنا ساكنين في المانيا زياده وخلق وكنا في المانيا، والدي هاجروا شحال هادي لالمانيا، وحنايا كنتكونوا ثلاثه ديال الخوت، كاين انا كاين خويا مجوج بنت عمي وساكنين مع ماما، وانا عندي داري بوحديتي، واختي كذلك كتكون في مدينه اخرى ماشي في نفس المدينه لان خدامه تما، حتى هي ساكنه بوحديتها ولكن باقا ما مجوجاش. المهم قال لها زعما غير باش تكوني على علم، قالت له ماشي مشكل، المهم ما زعما ماشي مشكل ملي صارحتيني وهذه ما كان حتى شي مشكل، حنا اصلا ما نقدرش انا نتلاقى، قالت له على برا يعني سواء هكا كنتي هنا في المغرب ولا ما كنتيش في المغرب ما نقدرش نغامر هذه المغامره هذه كامله. المهم بقاو كيهضروا مع بعضياتهم ولكن كان الهضره في احترام، كذلك هي عجبها بزاف كيحترم المراه بزاف 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 بزاف، وكذلك اللي عجبها اكثر هو ديك التقاليد اللي تربى فيها نفس التقاليد اللي تربت هي فيها، يعني واحد الانسان كيصلي كيصوم كيخاف من الله ما كيكميش ما تيشربش، ورغم انه عايش على برا ومحافظ بزاف على علاقته بوالدي صله الرحيم وبزاف د الحوايج، يعني نفس التربيه اللي تربت فيها، فهداك الشيء هو اللي خلاهم انهم مع بعضياتهم دغيا يعني ينجذبوا لبعضياتهم. هو كذلك عجباته بالاخلاق ديالها، يعني بنيتها غزاله وزوينه وقارية ومحافظة على كما تنقولوا على الشخصية ديالها وكذلك على الهيبة ديالها، فهذه مسألة ماشي سهلة. بقاو مع بعضياتهم تقريبا شي سنة هكاك ما كاملاش، هو كانت السنة الدراسية كانت بدات وهي كملات الماستر ديالها كانت كتقرا، ما قال لها كنشجعك بزاف تقرا، كان كيشجعها تقرا وكيقول لها لا بغيتي نساعدك كاع تجي لهنايا لألمانيا وتكملي قرايتك. لا المهم ما كانش كيذكر معاها لا الزواج لا حتى شي حاجه، غير الهضره وصافي. هو كانت عنده واحد الهبطه في داك شهر 6 بحال هكا، كانت جات عليه شي هبطه، هو مو كانت عندهم شي شغل في تطوان، فمني نزل قال لها انا راني جيت المغرب وبصراحه مشتاق نشوفك بزاف، ونقول لك الصراحه انا كنبغيك وعجبتيني، ما بغيتش نقول لك هادشي هذا زعما الا لما كنت متاكد منه، وانا هضرت مع دارنا وقلت لهم شنو كاين شنو كاين، قالوا له خذ الراي ديال البنت ولا بغاتك البنت بحال حنا كاينين هنايا، علاش لا اللي ما نمشيوش نغتنموا الفرصه هاد العشر ايام اللي عندنا نمشيو نتقدموا ليهم ونتعرفوا عليهم، او ميم طول بغيتي شتي تفهمتي انت والبنت وعائلتها ديروا اللاكت وتسير صوب لوراقاتها ونرجعوا ان شاء الله يا ربي في الصيف ونديروا من نهار اللي وجدوا الوراق مثلا حتى لو فات الصيف، المهم نهار اللي وجدوا الوراق نرجعوا نديروا العرس ونديو معنا البنت. فهو اقترح لي هذا الاقتراح، هي قالت له انا ما عنديش مشكل بالعكس، قالت له نهضر مع والدي ونرد عليك، هضرت مع ماماها قالت لي ها واخا بنتي ما كاين حتى شي مشكل، هضرت مع الاب ديالها كذلك قال لها نشوف تعرفوا مرحبا بهم ما كاين حتى شي مشكل، مادام الدري داخل من الباب علاش حنا غنقولوا ليه شي حاجه. المهم جاو كبروا بها بزاف عائلته، ما خلاو ما جابوا لي هاد الهدايا، ما خلاو ما كيفاش علاو بها، لانه هو كان دائما صراحه احمد كيعاود ليهم تيقول لهم سكينه ما كاينش بحالها وهادي وهادي، وفعلا ملي جاو شافوا داكشي بعينهم شافوا داك الناس كيفاش مخلقين كيفاش متقفين كيفاش كيهضروا كيفاش، واخا الناس بسطاء يعني الناس على قد الحال ديك الدويره على قد الحال،
وكل شيء عندهم على قد الحال، ولكن واخا هكاك شافوا فيهم هذاك الكرم، الكرم الاخلاق هو اللي زعما حببهم في هذوك الناس. يعني ما كاين لا مساله طمع في الاوراق لا طمع، هي براسها مي تعرفت عليه ما كانش عارفه على برا لا والو، وملي تعرفت على برا كتبقات علاقه عاديه، وما عمرها زعما ما جات بالها انها غادي تمشي عنده لالمانيا ولا غادي، وانا ما جات بالها في مره انها غادي تجوج غادي تمشي مع الالمانيا ولا شي حاجه. المهم الاب ديالها قال لي شوف نقول لك كلمه واحده، انا لا تهلا بنتي وديرها في عينك وما نبغيش زعما كنسمع مشاكل بيناتكم، هي تهلا فيك وانت تهلا فيها، انا ما خني حتى شي حاجه، ما باغي لا حتى شي حاجه داكشي بيناتكم، هذيك قضيه الصداق وداكشي هذيكشي بيناتكم انا ما بغيت حتى شي حاجه. المهم تفاهموا على انه السيمانه قبل ما يمشي غير يمشي 3 ايام يديروا اللاكت، وفعلا داروا اللاكت، داروا واحد الحفيله، مشى هو دا معاه الوراق ومشى كيوجد ليها في الوراق ديالو، خرجوا الوراق رجع باش يديروا العرس، دابوا العرس، قال ليها ان شاء الله مي غادي نجيو ندير العرس غادي نديك معايا، قالت له صافي ما كاين حتى شي مشكله. غير هي كانت فرحانه بزاف لان بالنسبه ليا غتزوج بالحب ديال حياتها، وكذلك اول انسان كتبغي او انسان كتعرف عليه كانت، وكذلك ما كانوش كيجلسوا مثلا يتخطبوا لانه ما كانش عنده الوقت بزاف ومع ماشي نفس المدينه ما كانوش كيجلسوا بزاف، يعني واحد 10 دقائق 20 دقيقه هكا بوحديتهم، او من بعد المرات كيدخل بواها ما كيخرجوش، خرجوا شي جوج مرات غير يختاروا الخاتم وشي ويصوبوا الوراق، كيخرج معاهم شي واحد يعني ما كيخرجوش بوحديتهم. فهي كانت متشوقه فوقتاش هذاك الانسان غادي تمشي تعيش معاه حياه جديده، يعني تشوف هذاك الحياه ديالو كيفاش غادي تكون، الحياه الزوجيه كيفاش غادي تكون، كانت مشتاقه بزاف لهاد المسائل بحال هكا وكان عاجبها الحال. المهم مشات، ولكن كانت عندها واحد التخوف كبير اللي هو التخوف ديال واش كيفاش غدير تعيش في الاسره ديال انها كيفاش غدير تعيش في اسره بعد ما كانت واحد الاسره اللي كانوا ما كيتفرقوش، واحد الاسره ديال شنقول لك يعني اسره متماسكه جدا، هما بزاف الناس يعني خمسه ديال الدراري زائد الاب والام، كيفاش غادي تتعامل؟ هذا هو السؤال اللي كان كيطرح لها في دماغها بالوقفه ديالها اللي وصلت للمكان دارها، شوكات بحال ضرب الريح تلفات، جات واحد الغمه، يعني كيفاش؟ قال ليها شوفي انا عارف يعني انا جاي في الطريق راه حاس بك وعارفك انه ماشي سهل عليك، ولكن انا كنواعدك ان شاء الله يا ربي غادي نعاونك حتى انك تاقلمي مع هذا الجو هذا، ويعني وانت راكي معايا ماشي مع الناس، انا اعتبريني فيا خوك فيا باك فيا كل شيء، وان شاء الله ما يكون غير الخير. قال ليها اول حاجه تبقى تمشي ملي تفيقي جمعي الدار وداك الشيء اللي بغيتي وفي الطريق، وسيري عند الحاجه انا نوريك الحاجه فين كتسكن، وسيري جلسي معاها هي راها غير هي وبا، وبالنسبه لمرات خاي وخاي بجوج الخدامين تيقيلو في الخدمه يعني ما كاينش حتى شي واحد في الدار، سيري تونسيهم هما راه بالعكس غادي يفرحوا. وفعلا كانت مي كتسالي كتمشي مي كيخرج راجله وكتفطر كتسالي، كانوا هما غير قراب ما كانوش معات على بعضياتهم، كتمشي تجلس معاهم. وكانت بالصدفه مرات خاها كانت في الخدمه ديالها توقفات، وكانت بغات تاخذ نيت واحد القسط من الراحه لان كانت كتفكر انها تحمل، ماشي مرات خاها هي ولكن مرات خا خو يعني مرات لوسا بهاد لا تيرم، مرات لوسا كانت سميتها زينب، كانت زينب جلسات واحد الفتره وهذيك لوكازيون معايا كانت ظريفه داك زينب، قالت ليها شوفي اختي حتى هي كانت زياده وخلوق في المانيا وهما ولاد العم، وكانت قالت لها شوفي اختي ما تخافيش ما تقنطي ما حتى شي حاجه، انا نخرجك نديك المحلات لي سوبر مارشي لي سنتر كوميرسيال، نوريك الطوبيسات المترو حيت ما كانوش بعاد على المدينه كانوا قريبين على المدينه بزاف، نعلمك اي حاجه ما تخافي ما والو، كلشي كيجي دهشه نهار الاول ولكن مع الوقت كيتاقلم. وفعلا لقات فيهم زعما ديك الاسره اللي نفس الاسره اللي خلات في الدار ديالهم، كانت فرحانه بزاف بزاف بزاف، وقالت الحمد لله ربي عوضني خير. وفعلا كانت هي وزينب كيقيلوا يطيحوا غير كي كتجي كتجلس كتقول ليها عبوسه، هي كانت كتعيط ليها ماما تقول لها ماما واش ممكن نخرج، كتقول لها سيري يا بنيتي، ما هي كتخاف تخبي والو على عائله راجلها لان كانت كتعتبرهم بحال والديها، كتقول لها استشرتي الراجل، كتقول لها راه قلتها الحمد، قال لي لا زعما كاين خرجي ما كاينش مشكل ولكن انا كنحب حتى انت راه كيف مقام الام ديالي تعطيني لوتوريزاسيون، كتقول لها بنيتي غير خرجي وفوجي سيروا انت يا زينب، ميت زينب راها قنطانه وبزاف ديال الحوايج. وكيخرجوا كيقيلوا يدورو مخلاو فيه مشاو علمات كاع كلشي فين تمشيو فين تجيو فين هادي وفين لي سوبر مارشي اللي حلال ولي سولد، فوقتاش تقدا فوقتاش ما تقداش، المحلات الزوينه الاماكن كذلك.
وعاد في نفس الوقت كان الراجل هاد تيقول لها ما تمشيش مع الماما. جلسي عيطو نخرج انا من الخدمه، مع الربعه كان كيجي من الخدمه، تيقول لها غادي نخرجك غادي ندورك مزيان باش تشوفي كاين شي اماكن باش تشوفيهم، وفي نفس الوقت نمشيو نتعشاو في شي بلاصه. يعني كان الجهه ديال عائلته يعني هامني معاها فوق جهده، والجهه ديال الراجل هذا هو كان عامل معاها فوق جهده، واخا العيا واخا كلشي. هذاك الشيء اللي كانوا غاديين تقريبا شي 4 شهور هما مشاو على هذيك الطريقه، حتى هي صافي ولفات كتحسب راسها بحال اللي كانت موده وهي عايشه في المانيا. قال ليها خصك تدخلي تعلمي اللغه، دخلها تعلم اللغه، يعني دازت واحد 4 شهور دخلها تعلم اللغه، وهي مع راسها خفيف وداكشي دغيا تعلمت اللغه وكانت صافي، ولات كتقدر تخرج بوحديتها، ولات كتقدر تمشي تتقدى بوحدها، ولات كتمشي لبزاف الادارات بوحديتها. المهم كانت صافي بدات كتتاقلم على الحياه العاديه بحال ما كانت بحال هي في المغرب. هو بصراحه كان توا فرحان بها، وعائلته كاملين صراحه كانوا فرحانين بها، خصوصا هاد زينب. مع زينب عائلتها بعاد في لونوغ ديال المانيا، يعني كانت هي بالنسبه لها هي بحال جات حتى هي شي اختها اللي غادي تونسها. كانوا دائما يا الاخرى تجي عند الاخرى تبات معها، يا الاخرى تمشي عند الاخرى، يا المهم كيخرجوا المهم كانت واحد العلاقه بيناتهم زوينه بزاف بزاف بحال خوتها اللي كانوا معاها في المغرب. وكانت ما كاد هاد زينب ما كتعز فيها حتى شي حاجه، بالعكس تشري لها هدايا وتشري ليها لي كادو، وكانت عندها عزيزه بزاف حيت شافت فيها بنت مخلقه بزاف. هما في العطله الصيفيه كان دائما ما كيحرمهاش، دائما كيهبطها في العطله الصيفيه، كتمشي لدارهم كتجلس كتشبع منهم حتى كتعيا، وعاد كتمشي معاها لتطوان، ومن بعد عاد كيرجعوا بحالهم. يعني كان ما خاصها لا شي خاطره من حتى شي حاجه اللي قالتها كيديرها لها. المهم رجعت دازت واحد تقريبا شي 3 سنين وهي طاح حامله، طاحت حامله. كان داك الساعات زينب كانت خدمات، كانت بدات الخدمه تقريبا شي 6 شهور وهي طاحت حامله. ملي طاحت حامله فرحوا كاملين، وكانت واحد الفرحه ديالهم لا تصدق، لان كانت اول حفيده غادي تكون، فولدات على خير وبخير، ولدات بنيته وفرحوا بها بزاف. وكانت يعني الماما كتقول لها ماما الحاجه، ماما الحاجه ملي كتقول لها شوفي بنيتي جيبي لي انا ع بنتي وسيري لينا، كنسمتها لينا، كتقول لها جيبي لي ع لينا وسيري خرجي دوري تساري مع راجلك سافروا لا بغيتو ما عندي حتى شي مشكله. يعني كانت واحد المراه وقفات معاها الوقفه يعني ديال الامهات ديال بصح. المهم هذاك الصيف كان غاديين المغرب، ولكن للاسف ما قدروش يمشيو للمغرب لانه راجله ترقى في العمل، وقالوا له ما نقدروش نعطيوك الكونجي دابا في الصيف لان خصك تبقى حتى تكمل لي ستاج ديالك، عاد ديك الساعات نعطيوها كونجي. هي ديك العام كانت اختها نجحت في البكالوريا، ولكن ديك النجاح اللي نجحت كانت جابت نقاط ضعاف، وقالت الراجل قالت له شنو كاين شنو كاين غير سكت مري مره ما جابتش النقاط مزيانين وبا معصب وداك الشيء وما كاينش، وكانت دايره غير ادب عربي يعني كندير الادب وما زعما ما عندهاش فين تقرا شي حاجه، والاب ديالي حتى هو راه بقى كيتق يعني تتقل عليه الحمل، راه الدراري البنات كيكبروا الدراري كيكبروا كلشي كيقرا بالفلوس، فما قدرش يقريها في شي مدرسه. قال لي علاش اللي ما نجيبوهاش لهنايا تقرا اللغه الالمانيه ونجيبوها لهنايا نيت بحال تونسك بحال تهز معاك حتى البنيته وتهز معاك حتى الوناسه. قلت له والله العظيم لا فكره زوينه، وفعلا اقترحت على الوالد ديالها قال لها ما كاين حتى شي مشكل، ولكن قال لي بشرط هاد احمد هضر مع باها قال له انا اللي غادي نقريها انت ماشي شغلك، انا راه كتحسبني ولدك دونك خليني انا نقريها. المهم فاش بقى كيرغب فيه وداك الشيء قال له صافي ماشي مشكله، كان هو اللي كيخلص ليها القرايه، مساله القرايه مشى دار لها الوراق اكسترا، هو اللي دار ليها الضمانه وجابها. ملي جابها هما ديك العام كامل ما كانوش يهودوا المغرب، وبقى ملي جات اختها شي شويه نوعا ما تنفست نوعا ما وعجبها الحال وداك الشيء، لان اختها غادي توانس معها تسجلها في واحد المدرسه دخلت تقرا في ديك المدرسه. المهم جات الصيف لان اختها كانت جات في شهر واحد وبدات في السيزون، لان كان عندهم واحد السيزون دومي سيزون كيقدروا يبداو في شهر جوج بحال هكا، كاين بعض المدارس كيبداو بحال هكا. فمن بعد كانت هذه لوسا مرات لوسا اللي هي زينب مرات لوسا، يعني انا حيت لوسا واللوس ما كنتقنهمش مزيان كنقول الاسماء. كان زينب كتقول ليها دائما جيبي اختك ويلا نخرجوها، حتى هي مسكينه راه تكون قنطانه وما كتعرفش، راه سيرتو انها مشات مشات نيشان المدرسه ما خرجت ما شافت ما تشوفات،
نخرجوها هذه. كان الاستاذ في الحد دائما كيمشيو يخرجوا، وكان دائما كتقول ليها مثلا اختها زينب كتقول ليها يلا اختي مشيو هاد السبت نباتوا مع عقوستك. والله العظيم لتما النشاط والضحك، وكنضحكوا مع بعضياتنا وهادي وهادي وهادي، حسن ما نبقاو بوحديتنا هنايا، لان بعض المرات ولا الراجل ديالي كيخدم في الليل. ففعلا كان دائما كتمشي، حتى لما بغاش تمشي سكينه كانت كتمشي بوحديتها مريم، كتمشي بوحديتها لعند العائله ديال راجل اختها. وكانوا حتى هما كانوا كتعجبهم، كانت تونسهم بنت باقا صغيره والضحك والنشاط وداك الشيء، كان عاجبهم الحال. المهم جا الصيف قال لي اختنا ضروري عملوا لنا مشيناش، وماماك وباباك اكيد باغيين يشوفوا البنيته، خصنا نمشيو. يداو مشاو دوزوا العطله، كي هو دائما كيخليها في الدار ديالهم، دوزوا العطله ما خلات، ما دارت اسبوع ما خلات، ما شرات العائله تراجلها. وامي كانت غاده كانت طلبت من العائله تراجلها، قالت لهم عافاكم لكن ممكن تبقى معكم اختي مريم، لانني انا كنخاف تبقى بوحديتها والبنت باقا صغيره، ما عرفت انسان الدنيا والزمان، عافاك لكن ممكن تبقى معكم. قالوا لا ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس راه ديك بنتنا تبقى معنا حتى تجي على خاطر خاطرك. المهم هي فرحات عجبها الحال، ومشات هزات باليسه ومشات عندهم جلسات. المهم بقاو بحال هكذا. كانت مرات لوسا مرات يعني زينب دائما كتخرج اختها، دائما كتخرج اختها ديال سكينه، ديها توكلا لا كلاص تشري لها الحوايج اكسيتيرا، كانت كتحمق عليها، عاتي تهضر بزينب وتصبح بزينب، تهضر بزينب وتصبح بزينب، كتقول لك ما كاينش بحالها دريوشه ظريفه اكسيتيرا اكسيتيرا. وديما سكينه كتقول انا راه اختي طميمه طالعه علينا هذه عادي عاد بانوا فيها هاد الديفويات ديال الطمع. ما كان ماكو عمري ما شفت انا اختي بحال هكذا. المهم بقاو بحال هكا، هي رجعت من المغرب واستمرت الامور بحال هكا. لواحد المره جات عيطت ليها زينب، عيطت لسكينه قالت ليها انا غنجي عندك دابا دابا دابا، كان ديك الساعات شي جوج بحال هكا. قالت ليها انتي مخدامه؟ قالت لي لا انا ما قدرتش نمشي اليوم نخدمه، ولكن بغيت نجي عندك دابا 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 عافاك الله يعطيك الستر، رانا صافي غادي غيوقع ليا شي حاجه. قالت لي اجي. المهم جات قالت ليها شوفي اختي انا ما عرفتش شنو وقع لي، هذه مؤخرا راه الراجل يتبدل ليا بزاف، ولا كلمه جوج طلاق ما كيزيدش معاها، كيقول لها ما عجبك الحال البنت سيري لداركم الله يعاوننا ويعاونكم، حد ما كاين لا دراري لا والو. قالت لك انا باغا ندير دراري، راه هو اللي مأجل الفكره ديال الدراري، تيقول لها حنا باقيين صغار، وفي نفس الوقت انا الخدمه عاجاني كنجي كنوفر ليه كل شيء، يعني نخمل ونطيب ونعمل كل شيء، رغم ذلك ما عاجبو حتى حاجه اللي درتها، كيعيبها عليا ودائما كيدابز معايا، مابقاش كيحملني كيحمل حتى يشوف فيا، يعني حتى البيت نعاس مابقاش كيبات في البيت نعاس ديالو ولا كيبات كينعس في الصالون. قالت لك انا ما عرفتش شنو درت ليه. قالت لها العائله دابا يكون تعرف على شي وحده ولا ما نعرفت التصرفات ديال شي واحد تعرف على شي وحده. قالت لها زعما ما يديرهاش ابراهيم ماشي من هذا النوع هذا. قالت لها ولكن ما تيقيش اختي راه ما نعرفش هذا الشيء اللي كتقولي عليه راه ماشي زعما ماشي عادي، ماشي ديال واحد اللي هو عادي. قالت لها عرفتي يا زينب غادي نقول لك واحد الحاجه، ولكن رانا غير يا ربي ما تكونش شي مشكله، يا ربي ما نكونش انا صاف شي مشكله. قالت لها انا كنت في واحد جروب في الفيسبوك وشفت واحد لابليكاسيون كيديروها في التليفونات وكيراقبوا التليفونات رجالهم ولاد عيالاتهم، كيراقبوا كاع الميساجات اللي كيجيو في الواتساب، على حسب انت كديري على البروغراماسيون اللي بغيتي، اما الواتساب اما الفيسبوك اما هادي. قالت لها صافي انا نمشي نديرها. قالت لي انا خصني ضروري نعرف كاين شي حاجه ما تقولوش ليا. المهم مشات لغد ليه كتعيط عليها سكينه، كتعيط على زينب ما كتجاوبهاش، حاولت كتعاود تعيط ليها ما كتجاوبهاش. قالت يمكن مشاكل ولا ما نعرفت، شويه طفات التليفونه قالت يمكن مشاكل ولا ما نعرفت، انا ما غاديش نعرف شنو كاين، خليهم تيحلوا المشاكل بيناتهم، ولكن لا تعطلت عليا غدا بصراحه نمشي لعندهم. في الصباح بكري مع شي 10 راجل كيمشي مع 8 مع شي 10 هو يعيط ليها، عمرو ما هضر معها ديك لا فاسون. قالو الو سكينه دابا كنمشي لك وتمشي لدارنا. قالت له انا نيت كنت غاده. قال لها يلا هي دابا مشات لبسات عليه مشات كتجري هي ديك الهضره كيفاش هضر معاه لا سلام لا والو، تخلعات قالت اه ولا شو كاين ياك لاباس. مشات كتجري قالت واقيلا شي واحد مريض ولا ما نعرف، مشات كتجري الدخله اللي كتدخل كتلقاهم كلهم مجموعين، حتى راجل كاين كلهم مجموعين، وهذه زينب ماشي غير كتبكي عرفتي راه قالت لك كتشهق بحال شي بيبي صغيور. قالت لهم ياك لاباس بقات غير واقفه ياك لاباس. قالت لي هيا كاسو كاينه زينب دارت سكينه يا كاسو كاينه دوار الخير ديالي اللي عملت فيك تردي ليا بهالطريقه هذه. قالت لي ويلي انا شنو درت؟ انا ما درت لك والو اختي، غير قولي لي شنو درت لك، انا عمري شفتي مني شي حاجه العيب.
قالت ليها عرفتي راجلي لقيتو كيخوني. قالت ليها وانا ديك لابليكاسيون والله العظيم لا خفت، راه بغيت نعطيها لك وخفت ندير لك المشاكل. شتي انا شداني نعطيك شي ابليكاسيون اللي تعرفي شنو كاين. قالت لي راه ما بقاتش في لابليكاسيون. قالت لها مع عمي كيخوني. قالت لها مع عمي كيخونك. قالت لها مع اختك. قالت لها اويلي. قالت لك دارت بيا الدنيا وجات، دارت بيا الدنيا وجات جوج مرات. قالت لك وجلست في الارض سخفت. قالت بحال شي عرق هود معايا. كيفاش اختي؟ قالت لها هي. قالت لها شوف الميساجات وناض راجلها. قال لها شوفي الميساجات اللي كتصيفط له، شوف التصاور اللي كتصيفط له، التصاور مخله بالاذان، تصاور في حاله عريانه اكسيتيرا. قالت لك انا بداك بحال الضجيج وقع لي في راسي ولا ما عرفتش شنو. قالت لك شديت وخرجت، شديت غير بنتي وخرجت. بقيت غادا تركل وانا كنبكي 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 وانا نعيط لديك الحماره. قالت لك عيطت عليها قلت لها دابا تجي دابا تكوني في الدار دابا 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 دابا. قالت لك انا ما جيت نوصل للدار حتى كان راجلي سبقني لان كان بالطوموبيل. دخلات هو يقول ليها، قال ليها سكينه ما بقات بيناتنا عشره ملي وصلنا لهاد الشيء هذا، ولكن انا عندي طلب واحد قبل ما نهضر معك في حتى شي موضوع اولا نحلو انا وياك شي موضوع. عندي ان اختك دابا تمشي بحالها، ولو نخلص لها الطياره تكون حتى ب 16 مليون تمشي بحالها دابا تخوي المانيا ما تبقاش انا كدور. قالت له شوف شوف احمد غير تهدن حنا كلشي غادي نصلحوه. انا عملت راسي، انا اللي جبت بنت الحرام لقريه الاصل، انا اللي جبتها ولكن انا اللي غنحل المشكل. بالدخله اللي دخلات اختها نزلت عليها بالطوارش. يا بنت الحرام شنو ديرتي؟ بغيتي تخرجي عليا؟ شنو هادشي؟ واش بغيتي تشوهي السمعه ديالنا؟ بلا ساق الخبر يمشي فيها، حنا بغيتي تخرجي عليا حتى انا؟ شنو هادشي اللي عملتي؟ هادي قالت لك هي بقات واقفه. قالت لها هو كيبغيني انايا وباغي يتزوج بيا. قالت له كتزيدي كتهضر. عطات الفمه معطات الفمه ويسيل الدم من فمه اختها، سال الدم فمها مي ضربات الوجه. قالت لها قالت ليه هو ما حشمتيش سكينه كتضربيني وانت اللي حرشتيني عليه، انت اللي قلتي لي انا غنسافر سيري حطي عينك على خوه، راه هذيك مرات خوه ما كتولدش ما كتجيبش الدراري، سيري انت راه غادي يحمق عليك وغادي يتزوج بك وغادي يدير لك الوراق وغادي يعيشك احسن عيشه، شوفي غير العيشه اللي عايشه زينب. قالت لي انا قلت هذه الحاجه وعاد زيدها كطيحي عليا البطل، ما حشمتي ما صحيتي، انا ماشي الناس، انا رانا اختك حشومه عليك. قالت لك ديك الساعات راجلها عين ولاو حمرين حمرين، عمري ما شدك الزنيقه ديال راجلها. دخل البيت حنا راسو دخل البيت، مازال ما زدتش راجل هضرات، حنا راسو دخل البيت نعس عليه. بقات كترضخ في وجهها وتندف في وجهها وتندب. هزات التليفون عيطات على ماماها قالت ليها ها شنو وقع لي شنو وقع لي شنو وقع شنو وقع. قالت لها ويلي على بنت الحرام، اويلي مني خرجت لنا هادي حنا سيري غسلي يدك، حنا مني خرجت لنا هادي اويلي حنا ما مولفينش في هادشي في عائلتنا، هادي هذا راه الشيطان بحد ذاته. المهم امها بقات كترضخ سخفات، باها شد التليفون شنو كاينه بنتي ها شنو كاينه شنو كاين. المهم ديك الساعات وهي تقول لي ويقول ليها بنت الحرام دابا غادي نعيطوا عليها دابا ترجع بحالها. هي هزات سوا مي كانت كتهضر مع امها وباها اختها هزات حوايجها ومشات، ما عرفتش هزات حوايجها ومشات. شويه وهي تشوف راجلها خارج بالباليزات ويقول ليها شوفي سكينه ما بقات 10 ما نقدروش حتى لو بغينا نساو، راه صعيب باش انك تهدم اسره وتكون السبب ديالها هي اختك اللي انا درت فيها ما درت فيها حتى شي عيب، درت فيها الخير اللي حسبتها اختي الصغيره. وشوفي وصلنا، شوف خربقات لينا كاع العائله لان بحال هكا ناض حتى عمامي رانا دوك يغوتوا اكسيتيرا. فسمحي لي ما نقدرش من الناس نكمل معك، انا نهار الاول بغيتك، بغيتك على اخلاقك واخلاق ديال الدار ديالكم، وانا ماشي كنديك بالذنب ولكن ما كنتيش تقولي هاد الهضره، عييت ما تبر والله ما قلت لها هاد الهضره هادي. المهم وديك الساعات كان شاعل صافي طلقوا. هي صافي خرجت من الدار مشات سكنت في الديور ديال السوسيال. ناضت عرت على كتافها واخا كانت يعني شحال مده وهي عايشه كي الاميره مفشه، ولكن قدر الله وما شاء فعل اضطرت انها تخدم على بنيتها. واخا الباها كيعطيها المصروف راك عارفين راه ماشي بحال مثلا انسان ينوض يعري على وليداتو ماشي ساهلين. وقالت لك كل شيء جاني صعيب، يعني ما قالت لك غدا في الزنقه كنبكي وجاي كنبكي لان انا جالسه مع عليا ما بيا حتى كينوض عليا هذا الشيء هذا. ما منين اختي؟ اختي دمرت لي حياتي، اختي دمرت لي المستقبل ديالي، علاش شنو درت ليها اصلا؟ واخا يكون شنو ما كان ما خصك كانش عليها دير ديك التصرف هذاك، حتى لو كان هو نقوله هو فيه الخطا، لا هي ما خصهاش دير ديك ديك الشيء، بالعكس هي تكون عندها العفه وتحافظ وخصوصا على وجه اختها. المهم قالت لك بزاف ديال الوساوس لدرجه مرضات بالاكتئاب حاد، ورغم ذلك كتقاوم مع ظروف العيش وتعرف واحد منك، خصوصا ان المراه في اوروبا راه ماشي سهله باش تبداي نهار الاول، ما عمرك ما جيتي عمرك ما خدمتي وغادي تبداي تخدمي اول مره ماشي سهله.
وكانت ديك الساعات كانت الام ديالها جات لعندها لانها كانت دخلت لوبيتال بالديبريسيون حاد، يعني الاكتئاب حاد. كان جات الام ديالها قابلت ليها البنيته، ويوم يقلبوا على اختهم من بعد جاهم الخبر. واحد النهار صيفطت هذيك اختهم اللي تزوجات، من بعد جاهم الخبر على انها تزوجات بهذاك خاهم، لان تا خاهم خرج من الدار تزوجات به وولدات ومشاو عاشوا في واحد المدينه واحده اخرى. ومهم هي كتقول انا اللي بغيت من الله سبحانه وتعالى عمره ما يلاقيني بوجهها، لان ماشي سهل عليا. وهم ودارهم عيطوا لواحد المراه تهضروا بيناتهم، قالت لهم انا اللي بغيتكم، بغيتكم ما تسخطوش عليك، الله يعطيكم الستر، راه السخط ماشي سهل، ولكن قد هذا المكتب، مكتب ليا هذا الراجل هذا. المهم هو اباها قال لها تو سامبلومون ورقه الحاله المدنيه ديالك ما عمرك ما تسولي عليها، ما عمرك ما تجي لبابي تدقي، وانايا موصي خوتك نهار اللي دي مول الامانه امانته ما عمرك ما غادي تعتبي الباب. المهم هي مسكينه هادي سكينه كافحات مع الحياه وبدات من جديد، وجابت الام ديالها كتساعدها مره مره، كتقول لك هذاك الشيء اللي كنعطي للمربيه باش كتربي لي بنتي هي الام ديالي اللي تساعدني. مره امها كتهود للمغرب، مره كتجلس معاها في العطله الصيفيه، كانت كتمشي للمغرب كت يعني كتجلس معاهم. ولكن رغم ذلك كانت مرضات، ما بقاتش كما كانت شحال هادي، ديك الحيويه والضحك والنشاط، وخصوصا هاد المشكل هذا نزل عليهم كالصاعقه، باها مرض بالسكر وبزاف ديال المشاكل. كانت هذه هي الحكايه ديالنا اللي فعلا الاخت ديالها دمرات ليها حياتها، يعني كما تنقولوا بغباوه. كاين تبارك الله راه عطى الرجال، مشيتي غير لوس اختك راه ومجوج ماشي سهله. وكانت هذه صراحه ليها عبره، لان ما بقاتش كتخلط بزاف مع الناس، ولات كتخاف، ولات يعني مسكينه مرضت مرضت ديال بصح، رغم ذلك كتكافح وكتناضل من اجل هذيك البنيته فقط. وراجلها ما بقاش عنده عليه اخبار، ما بقاش، لان ما بقاش في المنطقه في المكان هي ساكنه، مشى شي بلاصه اخرى الله اعلم. فتا الاب ديال تا راجلها يعني احمد كان كيطلب البنت يشوفها عند والديه، يعني هي ما كتحط البنت وكتمشي وصافي. هادشي اللي كاين، هادي قالت لك هي القصه ديالي اللي بغيتها تكون عبره، وبغيت الناس تستافدوا منها، وبغيت نقول باللي الامان ما بقاش في هذا الوقت، ماشي مساله الغدر ولا مساله الامان، مساله الاخوه، مابقاش الاخوه رغم ان باهم شوف كيفاش رباهم، ولكن للاسف ضروري ما كيخرج شي واحد عوج وتيهدم كاع هذيك العائله اللي الاب كافح سنين وسنين وسنين باش يبنيها، فهي هدمتها في مثلا نقولوا في دقائق في طيش، يعني لا قدر الله ما شاء فعل كما كتقول. وهذه هي القصه ديالنا، وكنتمنى على انها تكون عجبتكم، وكنتمنى لكم نهار مبارك سعيد، وتهلاو في راسكم، والى قصه مقبله ان شاء الله. كنبغيكم.